اليوم تتم عملية انتخاب الرئيس والمكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. مع كامل الأسف الأجواء اللي بدأت فيها هذه الجلسة غير مناسبة، لأنها ما كتوفرش على الظروف الصحية ولا من ناحية التباعد، لا من ناحية، وبالتالي فاحنا كنتخوفوا يكون هذا التجمع هذا يكون بؤرة لانتشار هذا الوباء اللي احنا كلنا كنتعاونوا باش اننا نحدوا من الانتشار ديالو. اليوم باقي يلاه احنا تقريبا من العشرة ويلاه وصلنا دابا شي تقريبا فايته 12 ونص، ومازال من العمليات الاولى مازال ما بديناهاش. كانت كذلك اشكالات على مستوى طريقه الانتخاب، لان هناك تناقض في النص التنظيمي ما بين التصويت العلني والتصويت السري اللي ذكرته المادة 29، وبالتالي كان واحد الخلاف اللي عرفته بداية الجلسة. ونحن الآن دابا في بداية توزيع الأوراق ديال تثبيت الصويت باش نصوتوا على الرئيس اللي غادي ينتخبوا للغرفة. كاين جوج المرشحين لحد الساعة، كاين مرشح حسان البركاني وكاين المرشح ديال ياسر عادل عن تحدي الصويت. شكرا. على العموم مرت في اجواء هاديه، الاشياء كانت منتظره ان الاقليه غادا تحاول تعرقل يعني اسباب واهيه مثل القاعه غير مؤهله، مثل مثلا يعني التباعد ما كاينش، عاوتاني جبدوا واحد البريتكس ديال طريقه التصويت انه سريه والقانون كيقول علنيه. يعني هذه المسائل تخذات بعض الوقت، ولكن لما بدات العمليه مرت في اجواء سليمه والاغلبيه قالت الكلمه ديالها وصوتت على رئيس حسن البركاني من حزب الاستقلال.